يا صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. الدنيا ابويا ما تشوف صبعك. هاي يوم اقول لك الدنيا متغلجه، هذا ابوي الدنيا متغلجه. اي ها ما ادري ولي يجرجع مناحيزه، قرقع وقرقع وقرقع تحربيب صدره. اقولكم ينحب والله من ظهرت وكح وكح وكح. شو بلاك مريض؟ ها ما تشوف شر. ما علي زي ما قلنا شيء ابوي براي. ما علي باس، انا ابوي متشنتر عن الاسعله وعن الدروب هذه كلها. ما علي باس بالله. اقولكم حتى نسيت والله من سعد، نسيت شو كنت بقول. الاسعله تنسي؟ معقوله؟ هو سعد وانا انسى؟ يستوي. انت بتطير وياي في نفس الطياره؟ شو اسمك عاده؟ بالقو قولي لطيفه. اللي اسمها لطيفه ما ترمس شوي شوي لطيفه. اللي اسمها شيوخي، اللي اسمها شيوخي يقول حسها بصوت عالي. اي صف لطوها؟ ثالث. ما شاء الله ما شاء الله. لطيفه وين بتسكنون هناك؟ سر مس اوكي مايا حشو جابت لي؟ وين جاي ابنك؟ حق الدوار. متى عطنك اياه؟ امس. هي تدريبتك بتشوفيني في الطياره صح؟ ايوه عطنك هذا حقي انا. يوز شو عاد فنان؟ شو تكلتي انت منه؟ هي تسوي هذا بزنس مالها؟ غرب الله تعدو يدك مبهينه. قبضي اشوف؟ شوف خلينا نصور هذا. يعني بهذا راح جينا لين المطار بعد هذا مال التاجرات. يدك حم التاجرات؟ تاجرات صغيرات ولا شو يسوونها؟ تاجرات؟ ايه ظاهر ما يندرى عاد شو، لازم يصورون من داخل. يو مره ثانيه. يا زميلتي قالت لي امس شفت قالت لي شوفي اصناف وريال اخت الغازي. ايه اول ما تشوفين في المطار صوري وياها. اول ما تشوفين حبيبي دائما ما شاء الله صالة الفيرست كلاس في طيران الاتحاد وفيها مستمر وترتيبهم فنان. المكان ما شاء الله دوم على أهبة الاستعداد. شو حالك؟ الحمد لله. شو عندكم الخدمات؟ في عندنا صالون ستايل اند شيب صالون. اها اللي هو هذا. اي اللي هو هذا في فتنس روم. ايوه رياضة. انا جيت قبل هي رياضه حين ما احب ما في اسوي رياضه، انا شارد من الرياضه. اوكي وفي نيكست دور فور سكسس. شكرا جزيلا. وحين وين بتوديني؟ كونسيرج اذا عندك شيء تيكت تبي تستفسر على تيكت مالك. وهنا في زين ما في اليوم ترى ضباب وايد، هل في تاخير؟ لا ما في تاخير الحمد لله الحمد لله. اذا في شيء بنخبرك ان شاء الله. ان شاء الله. هاي الداينينج اريا. ايوه وين ال dining area. واذا مثلا تبي شيء on demand like a la carte. It's the same menu as Emirates Palace. ما شاء الله. قلت لك على طول مميزين طيران الاتحاد. يعني ما شاء الله ما ينغلبون. وهاي in front of us. Recline. ليش ايش معنى مسمينها بهالاسم؟ مكانها مميز. ايه يعني ريكلاين اريا. If you want to have a rest. اها. اوكي. It's very calm place. ايوه. اوكي. قلت انا ما في تعب حق ارتاح انا بخير وسهالة. I feel not to need to have rest. I'm fine. You're fine. Yes. So let's take some breakfast. يلا. شكرا. هذا المكان خاص اللي يبي يرتاح روحه يعني او كراسي مال يلغه داخل. شو السبب شو السر في المكان هذا؟ مثلا اذا عندك لونج فلايت تبي ترتاح حق الرقاد يعني. ايوه شوف انت. شكرا اهلا.
والله مليون مرحبا. يا مرحبا الساعة. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف حالك محمد؟ الله يسلم. ها وين بها؟ لندن؟ نعم لندن. أبركك من ساعة، أبركك من ساعة. يا مرحبا. الحين كلنا الله يحفظك. محمد محمد بركة. والله والنعم 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 والنعم. هذا صديقي ويا شوابك كلهم. نعم نشرفك. تعال الله يحفظك ويبارك فيك. كم بتجي تسوون؟ إن شاء الله أسبوعين. ويا أنا بترجي تاريخ 10. نعم. أنا تاريخ 5 قبلكم 5 أيام. الله يسلمك. وين بتستنوا؟ إن شاء الله هناك. لا في. نعم. زين. نشرفك والله. الله فادك حي ما تبي حد يدري بك. إن شاء الله. الله يستر أمورك حبيبي. محمد. سلام عليك. شفتي والله عليك هالفنان اللي وياي على الله يحفظه برمس ويا ابوي من نشتل من بوظبي لين نوصل هناك لا تحاتين وليدك. طلبت شيء مميز ولا غير نسيت اسمه. What is the name for this one? مسالة أومليت اكسترا سبايسي. اوكي اللي بي مال فيرست كلاس يطلب هذا. What they call it? مسالة أومليت طعمه لذيذ. لكن انا طلبت اكسترا سبايسي فلفل زياده ولذيذ لذيذ لذيذ ما كنت اتوقع شيء يعني اصلا ما اعرف عجبني الاسم وطلبته وطلع وايد فنان شرحت الاسم. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا. شكرا مع السلامه. بارك الله فيك. مامان الله يا مسافر عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلام إذا بطول الغيبة أمانة لا تقاطعنا ودوم بعد سلامة معك أيام عشناها لها بقلوبنا ذكرى ولها شوق هذا لي تطريه الله يحفظكم عوش الشاعر. هذا تطريب بنت خليفة الطائر الميمون. هذا الطائر الميمون على ما تشوفون لا في تأخير في نفس الوقت أبوي المحدد ونفس التيب. قال أبوي ما عليها باس أبوي من شو اسمه الضباط. توكلي توكل الله في وكل الله يا الطائر الميمون. كيف حالك؟ والله بخير شبك الحال منور الطيارة. طيارة كبرها؟ طيارة كبرها. ما شاء الله عليك. اسمك انت؟ وياك فيصل محمودي. والله والنعم. والنعم. والله والنعم. مرحبا مرحبا. مرحبا. وين ويانا؟ هي وياك. ان شاء الله ما شاء الله الله ييسر الامور. امين ان شاء الله. ان شاء الله تلاقى هناك. ان شاء الله. بالطريق بنسولف. ان شاء الله الله ييسر الامور. ما عليه اظهر الكلام هذا؟ عادي عادي. زين ما عليه تعال جاي. الحين انت مهندس صح؟ نعم مهندس. وكيف تدارس شيف؟ نعم دارس شيف. هل هي هواية؟ والله هي بدت هواية وحبيت اني اوصل الاكل الاماراتي للعالمية. لان الاكل الاماراتي نفس ما تقول بيسك وحاول بحاول اني اطور الاكل الاماراتي انه يوصل للعالمية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عليك. ان شاء الله عليك. وانتم بعد الناس تفرح هالبلاد يفرحوا بكم يوم يلقطونكم انتم سفراء. الحمد لله هذا سفراء سفراء للمائدة الاماراتية. ان شاء الله هذا شرف. عاد المائدة الاماراتية غنية وايد بتتعبك يا ابوي. اكيد لكنها بكل شيء ما شاء الله. ان شاء الله نحن قادرين عليه. ان شاء الله. يا زايد كفو ما يصعب عليهم شيء. جزاك الله خير حبيبي. تسلم الغالي. يا مساكم لندني مساكم لندني. وصلت تقريبا من قبل نص ساعة وحين تقريبا قريب أوصل عين المي يعني البلاد روحها. أهم ما في الموضوع الله يحفظكم أنك يوم بتي لندن أنك يوم بتي تتنقى يوم يكون فيه الدنيا ما فيها دوامات. لأنك الحين شوف من المطار لين داخل البلاد وين منطقة الفنادق فندقية عند رويال جاردن تاخذ ما يقارب
ساعة ساعة ونص إذا أن في الأيام العادية، يا غير في وقت اللي يكون إجازة ما شيء دوامات، توصل في خلال 25 دقيقة ولا 30 دقيقة بدون زحمة. ساعات يوم الزحمة القوية، يوم مرة ظهور الوادي من الدوامات ولا توهم سارحين دواماتهم، يعني مش أقل عن ساعتين ساعتين ونص تأخذ في الطريق. فلذلك تغتنم الفرصة الوقت اللي يكون تيم عمرك إنك توصل طيارك، ما بيكون الساعة 5 العصر، يعني من الساعة 3 ونص لين الساعة 6 هذه زحمة، يعني قتلة الحسين يسمونها قتلة الحسين هذاك الوقت. يا إنك تي قبل الساعة 3 ونص أو تي بعد الساعة 6 توصل، أو إنك تختار اليوم اللي يكون فيه هوليدي إجازة عندهم، إجازة العرب أبوي بايته أبوي سومر يا ليل مصبحين مبخورين ولا يحتركون من فراشهم لين أذان العصر. كذك وصلت وشيكت فندقك والعلم والخبر المراد طيارتنا أبو لين إحنا جايين فيها مبنى مزورة لين عينها تقريبا 70% فل 70% أو 65% مبنى مزورة لين عينها، لأن أعتقد لأن كل يوم شيء 4 أو 5 رحلات، فلذلك الطيائير لو بيمزرونهن كلهن هالخمس وقفوا هالبوظبي، قصدي وقفوا هالإمارات كلهم، كل طيارة عبارة بلاد شيل 500 آدمي، وبيوقفون العرب ما بت البلاد بتهزم، البلاد بتهزم تصفر إذا كل يوم 3 و4 آلاف آدمي يظهرون منها، ما شيء أبوي بيتم فيها البلاد تصفر تتقرقع خالية على عروسها الله لا قاله. فلذلك أبوي حد من العرب، أبوي ساروا البحر، حد من العرب ساروا البر، حد من العرب ساروا أسبانيا، أسبانيا السنة برشلونة وايدين سارين برشلونة، عرب وايد سارت برشلونة، و ولندن الحين ابتدت الناس تجي، من قبل 3 أيام ابتدوا الناس يجون، يا غير حد من العرب يا عاد من وقت هذاك عاد اللي ما اللي بيجلس فترة طويلة متحي يعني يجلس، وعند بيزات وايد لندن أبوي له بي لندن يجيب لي يونية بيزات يونية، حب يجيب بزاربوك لا يونية بيزات، برشلونة برشلونة وميونخ بعد ميونخ بعد تريث أمة لا إله إلا الله فيها، إيه الأغلبية برشلونة ولندن الأغلب، يعني تقريبا إذا نفترض 50% تموا في البلاد يعني 20% لندن 5% ميونخ و5% كم من آدمي ساروا شرق وغرب، والخمسين اللي يبونهم تامين عاد بين بحر وبر وليوة والظنة وبراكة والبر المول يعني كامل من أبو ظبي لين السلع هذا كله بر المول ببرورة وبحورة. اي والله ربي بلاني به. زين اقولكم يلا بسعد عليكم ما عندي رمسة، يوم بنوصل من اوصل سيدي بركب كرت الحين، ما توصلكم الرمسة بتوصلكم هاي كلها مرة هذه كلها ابوي بتيكم دفع وحده من احط الكرت الحين مال لندن زيد بيكم، كل حد يقول والله حط النت مال الامارات ان شاء الله حد اني لا احط النت مال الامارات ولا سياد نتهم ابوي مال لندن من تي لين السيد انلمت لو ترمس ليل بنهار على الاسناب 30 جنيه ما ادري 50 جنيه ليل بنهار رمسه ما برمسه هذا انترنت، يعني انا رمسه التليفون ما ارمس في الكوفه، انا في الامارات ما استعمل التليفون، وين تبون يستعمل التليفون وانا خارج الامارات؟ عيل انا ما بخيل ما تو ما بدنا ما تهون علي البيزه، يا غير عيبني اصرف الشيء وارمس في الشيء ليل معنا، او اني اجلس ارمس ويا حد يرزى ويستاهل اقزر ويا ساعه وساعتين، ولا هاي قوم العشره ما يمزرون محاره يا ابوي، ما حب يرسي بربر ساعتين وثلاث يضيع وقته وياهم، ترى يسمعون الرمسه في السناب ولهم ولغيرهم، عند خصوصي ما يصير رمس الخصوصي للشخص الخصوصي، الشخص الخصوصي ذكرا كان ام انثى كبير صغير عود صغير اللي هو، يعني كلنا وله قدره وكلنا وله مكانته. يلا عاد بس عليكم عزمت الله خيط وخير.
وش بشيركم ابوي خمت خمتن وحده يمكن اضمي 5 ساعات رقت هي لك تعب اخبركم انا ما رقت الباح طوله الا استهدرت وياكم وارمس خبرتكم عن سالفه صلاح وقصته وعلمه واخبره واول ما استوى يوم هو الاول بعد يوم الحمدي في مدينة زايد كل يوم طايح في حفيره كل يوم طايح في حفيره وندوره بين السكيك الاول مدينة زايد بين السكيك الله يعزمك والسامعين ترى الحفاير ما بيب اسمها الاصلي الحفاير مالات البيوت هي نقط لان هم بغزار يعني قامه ولا كان بيغرق فقير كم مره بمره ويطمونهن اطمامهن ببليوت ومربع ومن يجب من تبطي الحفيره شويونه تنهيم من فوق من تنهيم اي لو بيمشي عليها قطوة انهيمت به ناهيك عن المواتر كل يوم في مدينة زايد نحن الاول ما يخطف يوم ماتي سيارة ونج يظهرون سيارة من حدة الحفاير عاد هم بحفاير تعرفون هنا شو تيه عبارة حجرة تحت الارض ومطمومة خاري حدود البيت تكون برا السور عاد اللي عاشوا زمان الطيبين يعرفون شو اقصد وفوق في طرفها بيب بعد تهوية شريته اي والله بيب تهوية ساعات يسدون من فوق نسدوا عاد نسد كل شيء في البيت ما استوى سركلي هاي رمس عاد حد يرمسه كم ما علي عاد معلومات عامة يعني عسب الحين الجيل هذا يعرفون ان الواد كيف كانوا شو يعني يتحرون هذا شيء يسمونه لكن بعد كان غاوي وكل يوم يبو السيارة تنزف الفريج هذاك يفوتخ قالوا شمنه ما بقول اسمها الصدقي حفيرة البيت الفلاني طافحة ومخيس الفريج بكبره قاموا عادي عايرونهم يوم انتو حفيرتكم طافحة ومخيس الفرجان واللي شو بقولكم الأول مآسي حتى معاير غير نمونا الأول الله العظيم حياك انك من عايشين كان شيء جميل كان سيائر هذه تنزف دريولية كلهم صوماليين كلهم أبوي وريا سدح كلهم أبوي وتي السيارة تصير عاد اللي يبى ينزف بيته ينزف سمونه اللي في طرف بيته طرش واحد من عياله من صباح الله خير قابل اللذانات انتقاب الصيد والفورمان يكون من هالدار والدريولية كله صوماليين كلهم صوماليين قميص ووزار مبكر الوزار ما يكون شفاف غليظ ومبكر أزرق سماوي أخضر غامج ما بشرات وزرتنا اللي حين يلبسن تحت الكنادي لا من هالمبكرات ونعاد ما يشي جواتي ودحفية مسكتية يلبسون من فوق هالدريولية التناكر الأول هي والله شيء جميل يعني شان البيت اللي جايتنا سيارة اللي تنزف حفيرتهم من تيلس الحين داخل البيت عرفت ان السيارة سيارة الصومالي جاي تنزف مالت البلدية هاي ما تنكر هي تنكر ولون ازرق لون ازرق جيشي غامج انزين تسمع عاد وانت داخل البيت شارك ياس تقهوة ولا تريب طوط 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 عرفت ان السياره ابو تريوس تبى تنزف من هاي يسمونها وتطرج هي والله عيشه والله جميله كانت اللهم لك الحمد عيش جميل وفنان وعشنا ايام اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ترى ابوي ما شيء هذا بيت تاير وهذا بيت فقير وهذا بيت عامي وبيت كلها ابوي حفاير هو لهن اسامي غير شيء اسم شيء مموه كلها خراخر يسمونها خرخرة باللهجة المحلية البحت يسمونها خرخرة باللهجة المحلية وشيء اسم ثاني ما أريد أطري ما فيه بينقموني كيف تطري هالاسم نحن ما صدقنا على الله أن ننساه كيف تطري وتيب طاري نحن أبوي ما نداني هالاسم أول حرف منه ب بعدين ال بعدين واو قصدي وبعدين عين وتا مربوطة لكن بلي نقط هذه هاي التال مربوطة انزين بس كلكم عاد عرفتوه
فهي والله يلا بس عاد خلاص بنرمس ماده. مساكم الله بالخير عاديه الله يحفظكم. ولان جايتني هالدلة من عربنا كرام ساكنين ويانا في هالفندق من اهل دبي، ناس طيبين نطرشين عاد ويا ولدهم، ولدهم دلت القهوة وصحيحات كم من فردة وقهوتهم فنان عما تشوفون تحيدوني أحب القهوة الغليظة. وبس بنياتهم خدمات القهوة من دباتنها ويا ولدهم ومشكورين وما قصروا وبارك الله فيهم. براني خبر منو؟ قالوا لا تخبر منو؟ قالوا لا تخبر لا تخبر ما يحتاج أبوي. مشكورين يلا الله يحفظكم. وهاي بحجرتي هاي طلالتها مرة ويه الهاد بارك. الحين عاد بنزل وبشختر هالدنيا كلها، اليوم عاد كريسمس ولا شيء، مكان وين تصير وين تي أخيارتي هدوء. يلا يلا الله يحفظكم. خط سيري حين بيكون هذا حين فندقي بدخل من هالباب، هذا خط واحد سيدة 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 لين البحيرة هاي الصغيرونة وبقبض جفافها لين يجيني نص الهايد بارك هناك، وعقب اتنبى لين اللندن هيلتون هذاك اللي تشوفونه هذاك ها، وبرد عقب نكس لين الشارع الرئيسي ها وانا جاي لين بناية حياة مكتوم وانا جاي لين الفندق، يعني على الاقل ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص باخذها مشي اذا الله جعلنا محيين ان شاء الله في نص هالهدوء وهالمكان الغاوي، ولا صدعه ولا ديانه ولا همك الله ولا هم يحزنون. يلا نلقى وياكم على خير. زين لبست هات شماطيط هلا ما تشوفونها ليش هالنمونه؟ لانه ظهرتي كلها ساعتين ثلاث بسوي بوي هالشيء الفنان حق باكر علي حين. انت من والله يحفظك عيسى الزعابي معك والله. تعال بوي تعال يا لا لا انا معروف معروف لا لا رجل خف علينا يلا تعال. انت منو؟ بطي خليفه انا والله والنعم والله وبن عزير والله والنعم. انت من هل ممزر ولا؟ اي نعم ما شاء الله تبارك يا زين. انت ما بصر ويانا يا زين؟ لازم صار من الاردن ما شاء الله علي يا زين تبارك الرحمن الله يحفظك. انت فيمس شكلك بلوجر الله يحفظك. هذا منو؟ منو بالله عليك تعرفونه؟ ايه متابعين منو هذا تعرفونه؟ خليفه خليفه بن عزير. ايوه محمد محمد زين. الحين شو بتسوون انتم؟ راح طالع المكتب جايين. انت واصلين لندن؟ واصل انا واصل امس. انا عاد غرابي مشي، انا اي لندن مخصوص للمشي على سب هالاجواء هاي اللي تشوفونها. وحجرتي ابو الدور السادس في كبد السماء، المفروض يعطوني في العاشر لكن قالوا ابوي انت تسوي حجز عن طريق booking.com ابوي يعطونهم الاجار اللي شويه اقل في الادوار اللي تحت السفليه. فلذلك والله كتب لي بس على الاقل مشاهد الحوض مشاهد الحوض يسمونه مشاهد الحديقه. يلا الحين بقبض ابوي هالطريق بطوله بخويط هالبقعه كلها مخويط برد عاد ما ما عندي بالربية هانتين من التعب. شيركم شيء مهب بعد مهب سجيع بورد يشخف في العظم. هي والله لكن ما علي شو بسوي انا جاي عسب هالبرد جاي عسب عاني عنوة ايلس من زرب ولا ايلس ابوي من الموتر لي موتر له انا جاي بويت من شهجو العالم جليل اللي يستعملون المواتر يعني جليل اللي يستعملون مواتر لي وياهم عوائل اظن حريم بكراسيهن ولا يعني اللي ما يرومون يمشون ولا يعني ما شاء الله اللي ناقلت انه ريوله ما اعتقد انه في لندن يباله مواتر توديه وتيبه ما اعتقد الا العياد شيء اخر. يا عاصوف يا بارد يعني تقريبا مشيت ثلث المكان وهو بارد. نعم نقط لحصان دم معروف. اريد اغيرها مع البرود ودرجة الحرارة يوم يظهر عندي هذا الفهرنهايت حب سمون الثاني هذا فيه. فلذلك يظهر عندي 87 88 ما اعرف كيف اغيره كان حد عنده بصرة. والحين الله يحفظ معنا مرة في النصيفة تقريبا في النصيفة هذا الجسر ليقص الهايد بارك. احب اتنبه لين اللندن هيلتون هذا
وبين فوق من هناك اخر بديور مره خاف لا ارد فندقيه بصلي ابوي المغرب والعشاء بحط حفظك في الطياره وانا نازل وين الشناط جيت هالريال ولانه يسلم علي قال لي انا اسمي عبد المحسن العصفور من هالكويت قلت والله بركب من ساره في هالري يقول لي عاد نتابعك هناك نحن قلت له والله بركب من ساعه يوب تتابعوني وتوعدنا في الهايد بارك ولو بعنا مخططين نقطه وين بنتلاقى قال بتلاقي قلنا بتلاقى في على البحيره والبحيره روح اكبر بضبي وسبحان الله ما ضيعته ولا ضيعني مره تلاقينا سيده. السلام عليك. السلام. كيف حالك؟ طيب طعم كيف انت؟ الله يسلمك. شوف وين سكنت انتوا عندكم بيت انت؟ اي نعم. قرب الهرز يعني؟ لا هالصوب. وين كوينز وي؟ ما كوينز وي؟ ايوه يا ربي مبسوط؟ هذا الزين يعني الدوم. الله يحفظك. انت روحك جاي لو حد وياك؟ نعم ربعي. والله من قبل جايين؟ نعم. هلكم؟ اي زين يلا كويتيين من غلبكم انتم. في هالاشياء يلا بالوصف والنعت. انتم كنتم مشاركين في المعرض الامس اللي في ابو ظبي اللي هو معرض سالس؟ اي سالس مال المواد الغذائيه. مال المواد الغذائيه مال المعرض اللي فيه ارض المعارض. اي نعم. حب سالس اسمه سالس؟ شو بوتكم انتم كان؟ شو مشروعكم؟ هيلث كويست اسم موصل المواد الغذائيه اكلك للبيت. ايوه لكن مقركم ابو ظبي مقركم ابو ظبي لو الكويت؟ لا احنا بالكويت وشركتنا ابو ظبي. ما شاء الله يعني حسين في الشام وجثته في كربلاء. وفي دبي في الكويت كم فرع عندكم؟ لا بس فتحنا حب ابو ظبي. يعني ما في الكويت؟ لا. ليش معنا؟ نبي عندكم. شوف انت اول شركة مواد غذائية توصل دايت بابو ظبي احنا. ما شاء الله. وايدين مشتركين عندكم؟ الحمد لله. واسعاركم؟ زينة. اكيد. اي نعم ريوق غدا وعشاء نوصل. ما شاء الله عليكم. وكل يوم نفس الشيء ولا يتغير؟ لا كل يوم غير. طبابيخكم وين؟ ما تمل من الاكل. طبابيخكم من وين؟ تروح عند الاخصائية عندنا. هي. الاخصائيه عندنا ويسوون لك تيست. واللي يبي يضعف واللي يبي يزيد اللي يبي عضل اللي يبي شيء شوف انت ويسوون الاكل خاص لك ويطرشونه لك للبيت ريوق غداك وعشاء. وثاني يداوم لو شياته يوصلون المكان اللي تبي. ما قواكم اقول الكويتيين ما غلبكم الا الموت. هذا وانا ما عرفت يا بسويا حب يقول في خاطر خوز وعنب وهذا شر ما يتحاجى. ما زين له المكان. هالمكان يا ابوك تربطنا في ذكريات من السبعينات والثمانينات. يا زينة من مكان. رابع خامس مرة أقول لك شو اسمك يقول عبد المحسن. أنسى يا عيال حلال. هو زعلان قال لك كم مرة عاد. وعد يا صورني. أقولكم أكثر عالم كانت أماكن اللي تشوفونها كلهم هالكويت الأول الثمانينات والسبعينات بين كل عشرة من العرب تلقط ثمانية كويتيين. بين كل عشرة ثمانية كويتيين. يعني أول رواد كنت يا لندن كلهم من هالكويت. يعني رقم كبير. غانم أنت غانم اسمك؟ ها شو اسمك؟ شايف مكان زي راس امك؟ عبد المحسن زي عبد المحسن خوانب. اقول لك الاول المكان هاللي تشوفه 80-70% هم شفت هالبشر كل كويتيين. كلهم كويتيين. يعني تحرى يعني اي وقت القيض صيف تنقش الكويت عن بكره ابيها تي لندن. وين ما تصد عند كل مكان هالكويت. وكلهم عاده يعني اول من والعدال والهندام الفنان والترتيب اللي ماشي شراته. ترى انتم في الكويت هم ملقعين من يوم يومكم. ملقعين يعني ما شاء الله محنكين. يعني ما حد يخلفكم في كل شيء في الوقت الاولي لكن الحين
وصلنا الى الله يحقق هاي تحت لندن المروه، وهذا في مغلتها، وهذا لندن هلت اللي ارويكم من بعيد صورته يوم زود بعد ما ادري كم من كيلو يعني، غير في البراد ما تانسه الطريق ما تانسي يعني، ويوم خاصة يوم وياك حد يرمس ويسولف عندك وعندك بدونك يخف عليك الوقت. احب نخذ فيديو تشرشل ما تشرشل من ناكي وزغنا بوت يهل. اقول لك تو تخبر ترى ياها اللي وياي غانم يوم سخرت غانم اقول له يوم سألت عبد المحسن اقول بدخيل والدي طالع لي هذا الحين مال الحراره يظهر عندي ابوي ما يحتاج تسال حد من يظهر الارقام الكبيره دقه وديتين ويظهر لك الارقام الصغيره اللي انت تباهن. يلا الحين عاد اول تجربه وهذا لندن هيلتون بارك الله فيكم. جبنا الهدف ثرنا ترى الا بسيط ما يبالي صدع وديانه يحافظ على العرب العام ساكنين في هالفندق. عل دارهم حية عرب سكنوا في هالفندق فنانين ومحد شراتهم قال الله يحفظهم السنة عاد مايو حب صويحين الله يرفع عنهم باسف إن شاء الله. أقولكم بنخط بنتين مشي لين الريال جروفنر هاوس بنتمشي شوي في اللوبي بنشرب كوفي هناك في اللوبي مال جروفنر برد أبوي بنتري هالشهر كامل ها ونحن سايرين لين فندقنا ريال جاردن بس بعدين اوصل فندقي اكيد بوصل ما سوى شفطة عام من التعب بوصل ميت من التعب. هذا الخندق العامي اي من الفندق هذا جروفنر هاوس جميره وي من تحت هالمكان ها واضبط الطريق هذا ولف الهايد بارك لف كامله طول بعرض ورد على مثل ثري وتسبح وتلبس ورز بالحيل كله واظهر هذا طريق تحيدونه هو ما اختلاف ولا شياته يا غير صبغوه اشوفه مصبوغ. ف هالاماكن كلها مألوفة عندي انا جو في منتهى الروعة يا سلام سلم. هذا وين سكننا العام هالفندق هذا ما فندق شقق مفروشة جميرة ابارتمنت فنان المكان ما شي شراته يا غير يدراته مظلمات وشابي وديكورة شابي من داخل شابي وكان نظيف ورقم واحد ولايت يعني شيء فنان وايد فنان المكان يعني من احسن واخير الاماكن اللي فيه شنتي لندن يا غير الفندق روحه فندق جروفنر غير له بنه وله تاريخه قديم اللي هو جروفنر هاوس فاللي ضارين على جو لندن وسنين لندن ويولات لندن وصهيلها يعني يعرفون اللي انا شو اللي اقصد في الموضوع هذا. الحين عاد ملبس ما شاء الله ها شاتشيني يمي المراري والدنيا هذا عاد انت الحين هذا الجروفنر الاولي الاصلي وهذا لو بي عاد من داخل تتجامع في امة لا اله الا الله هذا المدخل مالك الرئيسي. هلا ابو محمد وانت مرحبا سدياي شوف اسمك ايه؟ ادهم في فيلم كان ادهم ايه؟ فاكره؟ ادهم الشرقاوي جايين فسحة؟ ساكنين فين؟ هنا في جروفنر انت قاعد في اقدع فندق عارف الكلام ده؟
كل سنة وانت طيب. ميري كريسمس وهابي نيو يير. عرفت شو اللي يطلبه؟ طلب صوي كراميل لاتيه اسمه. صوي كراميل لاتيه. مش حقه؟ قال أنا حليب ما أشربه. صور لكم يوم ساعة كنت عدال بالطرف هذا اسمه 45 بارك لين. هذا عاده واجه في الحكي يعني. وهذا يعلى الله يحفظكم الدورشستر. هذا الدورشستر عاده اقدم الفنادق ذيك انتي يا لندن. فنون ملكي يعني. ملكي ملكي ما بشيوخي ولا عشيري ولا ملكي. امبراطوري بعد كنا شيء لا صار ولا استوى. هاي عاد احسن منطقه في كنت هي لندن وكبرت. اغلى مكان واخير مكان واشرح مكان. مكان يعني وايد فنان. هاي الفندق الله يحفظكم يسمونه ذا ويلزلي. هذا ما في غرف عاديه كله سويتات. فندق جميل 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 لابعد الدرجات. هاي هذا اللوبي ماله. هذا مطاعم شرق وغرب. هذا اللوبي في منتهى الروعة. وهذا استقبال ماله. نو ماله عاد ما ادري به الفندق. هذا بوتيك. هو بوتيك وحجر ما في وايدات الحجر اللي فيه. ويعني يجون ناس فيمس يعني مش مال القولات الكويتيين الهيلق. لا ما مال هيلق. هذا مال ناس يعني اذا ما شيء ليلته 30,000 درهم. أضعف الإيمان ليلته 30,000 درهم. الاستديو الواحد استديوهات هن. هاي عبارة عن بوتيك يعني مش عبارة فندق الفنادق هاي الكبار. لا بوتيك. اليوم يوم الهي في سناب من لندن. الله يحفظكم العين. لا من دبي والله والنعم والنعم. ويسكم في دبي؟ نحن طوي نزوة. ما شاء وين طوي نزوة ولا طوي نشوة؟ طوي نزوة. وين يدور طوي نزوة؟ دل الهباب. هي نعم نحن عند ما شاء الله ما شاء الله. وانت ابويا كنا ولد عمك. انت ولد عم خليص؟ نعم ولد عم. الله يحفظكم ان شاء الله. جاي كشته؟ نعم الله ييسر امورك. هذا عليك. وين سكنتوا؟ في جبيل. هذا انا والله تغمضت وتندمت اني ما سكنت هنا. سكنت في الريال جاردن. اعطوني حجره صغيره وما تسر وحينه والله مقزر بحش اسوي. والله زين الريال جاردن زين لكنه حجرته صغيرون اللي اعطوني اياها. وهاي لندن ارضى بالواقع اللي فيها. رضينا. نعم. انا عليك شيء توصلنا. الله يحفظك. ما حطيت بس على عمان. فندق بعد هذه من الفنادق الولايتيات. كل بوابته ها شوف سويتات ها. انت فنان والله ما يمشي عرويلاتك زين. ها فقير ما يبي يمشي عيز. يلا خلاص يلا عاده. قال عيسني يا ود الحلال من هالمشي. كديت كد غير بارده. قال والله مليون مرحبا. تعال يا مرحبا مرحبا. زين الحين انتم من وين؟ انت من وين؟ انا شيباني. وانت فهد بن عبد الله الحطامي. والله والنعم. وانت مبارك الكتبي نور لندن. ابرك من ساعه اشوفكم. خالد الحوسني. بعد خالد؟ اي نعم. وانت؟ محمد الحوسني. والله والنعم مرحبا بكم. يقول بس انه نعم يوم ذهبنا قال فالكم طيب وصورنا قبل ما نصوره صورنا. نعم لا يعلني افداك ويا رجال لازم نسيت. يلا من رسكم خلصنا بعد كم هو التصوير بس عليك. ما خلصت تصوير في يدك بالقليطه الكبره. من هو انت يدك؟ يدي شو اسمه بالقليطه. لا من امك ثاني المطروشي. والله ايوه متمتم هيك عند المطاريش انت. رد السلام لا حبيبي. شايف الخاطر؟ لا سامح.
عند الله علينا البارك تاور. يا معية وامطرت يا معية وامطرت. جايين يعد سوون طبع حين التمنون هذا عبد العزيز وربيع سالم الظاهر. والله والنعم. وانت ابوي عامر نعيم. والله والنعم. نعم انت شيخي منصور بارك الله فيك يا سلام. شيفك شيفت من يابر يابر كلهم هالنمونة حلوين ايه الله حلوين عيال الله يخير الله يسلم. الحين قالوا لي هذا هذا من هل البطيط وهذا ابوي من قب الحر. اذا ما يستوي قب الحر ما فيهم هالنمونة شكل شوية غير البشرة. لكن انا ابوت يوم صححت المعلومة قلت ابوي فيك خليط من قوم بالثاني اي بس صبنا الهدف. كيف حالك اليوم؟ مرحبا وسهلا. مرحبا بك وسهلا. كيف حالك؟ مرحبا. والخادم من خلفان هذا منو منهم؟ والخادم من خلفان تمزح؟ نعم. ولد خادمنا بالعراية؟ نعم. تمزح؟ نعم. ما شاء الله. ايش حالك؟ احنا وين الحين؟ برمت الرول. هات العالم كم يعملهم هالكثر يا منهم لانه ماشي فاتح اليوم غير هالقهوه. ايوه ماشي غير هالاثنين ها ثلاثه. ياك الراشدي هذا اللي معنب بينا ليل لندن. المشي ويجيك شرائح ما بردات شويه اسوي عن الرداد وتخاطف وتسلم وتخاطف وتوزع ابتسامات وتخاطف. هو في مصر يقولوا فيه زيقتيني. في لبنان يقولون ميل وعندنا قرب وسمونه وهني ما شاء الله في لندن وين ما تخطف اقرب وميل ومرحبا بك. انزين اقولكم متعه يا ربي مقواهن. اقولكم والله خادم بحتماكت ما نسيت شو بقول بس من ريول ما شاء الله عليكم. هذا عاد ريال بيتهم. هذا ابوي ريال. هاي اللي مناك الطرف ها كلهم بنيال. ما شاء الله عليكم. مبسوطين؟ زين. جو فنان صح؟ لا مفروض اصور وجهك انا صورت ريولك. نسيت. فالانسان اللي عني من دار لين ديره وياخذ هالوقت كله وهالمخاسير ولا يستمتع بالمشي هذا غلطان. غلطان ثم غلطان ثم غلطان ثم غلطان. هنا هنا سيري بعدي بوصل لين مستشفى كرومويل. من مستشفى كرومويل بكمل لين بقص طريق قص من كرومويل بلا في مين ما اعرف يسمونها البنايه الحمراء هذه. الحين عندها هالمبنى هنا هذا متحف ونسيت ورا يسمونه متحف الديناصور ما يسمونه. العرب كلها تي العالم. انا من مليون سنه هاي لندن لكن ما شطيته. انا مدام توسو ما شديته. انا ما داني اسير متاحف واسير ما ادري شو. حط عمري في معرفته ما شيء كثرها. شبه المتاحف. يصير المتاحف اللي يحب الاثار. انا ما احب الاثار، احب البحر، احب الاكل، احب الشرب، احب الزراعه. ما احب المتاحف. حصة وجديد ولبسه جديد وما ادري شو جديد ما لوازم شبه متاحف تخصنا تخص دارنا تخص تحفنا تخص تراثنا. هي نعم ما العرب شي خصنا شفت بالصد هي يمكن ساير مع ناس سايرين سرت انما اعاني حش علي اسكنت. يا ربي انا في لندن تخبروني عن رقم شركة الدياي شي خصني في رقم شركة الدياي. انا حين في لندن ابوي ما بمال دياي حين ومال غير دياي مطار والدنيا ريخة وناس وتتخبروني ظهرنا رقم شركة الدياي. ابوي هاد دار زود تصيروا اليوتيوب حطوا ابوي تغطية دار زود او هي دار زود لا تغطية شركة جنان في القناة مالتي وبظهر ساعتين رام شاك اليوم تجينا كل دقيقة. أنا في لندن أطري دياي شباه الدياي الحين أنا وين والدياي وين ثاني بارض أحط رقم دياي ولا الله قاله اللي برقم الدياي يدخل يوتيوب ويظهره. يا ربي تليفوني لبق لبق لبقة من كثر ما يتخبروني عن
المكتب مالهم هاربي الريال الكويتي اللي الحين توني تعرفت وياه اللي عندنا في الامارات في ابو ظبي هو عندهم مكتب رقم تليفونهم هل يودون لكل البيوت يودون ثلاث وجبات والنريوب وغدا وعشاء يودون لك لين بيتك مال لكل هذا مال الرجيم هي والله مليون آدم وكل حد يتخبرني ما عارف العنوان ما عطاني العنوان اصلا ما سألت عن العنوان ما سألت لكن كل وايدين العالم يتعاملون وياهم في ابو ظبي ابو ظبي يقول لك واير امك لا اله الا الله كل حد كلمني قال لي والله حريب الاريال والله ما يندرافهم يقولوا لي نحن من زمان نتعامل ويا الشركه هذه هم منهم رياي الحريم يكون حديث خدت الوراي وليت روالي ما تشوفونهم ليت هيئ لي زين جريب ترى وصلت من دغيه هنا يوم اللي ماشي ما قصرت عبر طيائير من دار لنديرة كان الجو والله انه يعني يسوى يستاهل بعد مشكلة لندن في استغير نمون الساعة 4:30 العصر تغطي الشمس هي والله مصيبة هذه هاي مصيبة يعني ماي وحيلة ليل هم من الساعة 4 في الليل العصر هي والله الليل أكثر عن النهار أظني 16 ساعة كأنه الليل وشويون الباجيات هاك النهار تطلع شوي الشمس ربي أنا حين وين وصلت هاي قدام بناية حياة مكتوم ذاك وين فندقية ويا الجاردن وحلو الجو غير نمونة الدنيا خرسانة ما تخلص ترى من المطر حبابي الحق ويهك شي طشاك الطشاش البارد اللي سلم عليك كأنه نسيم نسيم العليل هذا كأنه هو اللي يسمونه يعني نسيم العليل يعني نسيم الصباح سلم على باهية الخد هذا ابوي هذا في والله شوف الدنيا اشياء جميلة ذاك وين الفندق ما شيء باجي يلا من اوصل فوق برمس وياكم ان شاء الله بس عاد عليكم الفندق اللي دخلت المساعة اللي يقول لكم بوتيك هذا بعد شراته غير هذا كان ما قد سكنت فيه هذا قد سكنت فيه هذا اللي تشوفون هذا هاي يمكن اظنيها ساكنين يمكن من 15-20 سنة لكن هاي اللي تشوفونها فندق صغيروني فندق صغيروني 4 أدوار أو 5 أدوار يا غير هذا من اغلى واحسن الفنادق صغيروني مرة عدام شاهد ريال جاردن يا غير نسيته والله شو حتى اسمه هذا وها باركلين هوتيل اي والله ترى باركلين هوتيل بعد الاسم سهل لكن ما كان هوتيل كان شيء بوتيك اسمه شيء من هالقبيل يمكن اختلف اسمه ولا هو كان اسمه هوتيل وانا اتحرى بوتيك هذا عاد هو لكن هو بوتيك على ما تشوفونه اجنحه صغيرونات وبالغلا واليلا يا كان يا غير فنان